بس ما كان علاقتنا مرة مضبوطة، يوم نصير أصحاب ويوم نصير أعداء ويوم عاملين زي القط والفار. شوفي إيش سويتي فيني، وقاعد يأشر على رجله ورجله مليانة دم. أنا ذيك اللحظة انصرفت، قلت له والله آسف. يا سيارة بني جن من تالي، يوم جاتكم فيديو جديد، فيديو عبارة عن قصة من قصصي. بس حبيت اقول لكم انه انا ما تركت القناة، والفيديو اللي قبل كذا كان مقلب بمناسبة اني وصلت 100,000 مشترك واخذت الدرع، فحبيت اني اسوي لكم مقلب بسيط. فالناس اللي تسألني اذا تركت القناة او لا، طبعا لا، انا مستحيل اترك القناة لاي سبب من الاسباب او اي تنمر او اي سلبيات. القناة راح استمر فيها، بس انا غبت فترة بسبب انه انا عندي حساسية مزمنة بسبب الجو كذا تغير وتقلبه، فعندي حساسية فغبت عليكم عن القناة. طبعا انا نزلت قصة هذا الولد في الانستغرام وتكلمت عنه، فلو لساتكم مو عاملين لي فلو ياريت توقفوا وتروحوا تعملوا لي فلو حالا على الانستغرام. وكمان انا نزل فيديوهات على التيك توك، فبحط لكم الاسم الانستغرام والتيك توك نفس الاسم هنا. المهم كمان احنا عندنا قناة خاصة للعائلة ننزل فيها فلوقات وزي كذا، يعني لو ما لقيتوني في قناتي بتروح تلقوني في قناة العائلة اني انزل فيها فلوقات. حاليا ما ننشر فيه كثير، بس منتظرين الوقت المناسب عشان نقدر ننشر اكثر واكثر وتستمتعوا اكثر واكثر. المهم ما طول عليكم، خلونا نروح للقصة ويلا نروح. بتكلم شوية عن تفاصيل بداية تعرفي مع هذا الولد. طبعا هذا الولد كان معايا في فترة اول ثانوي، كنا انا وياه في نفس الشعبة. طبعا مدرستنا عبارة عن مدرسة بس كلنا نعرف بعض، يعني اول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي، يعرف كل واحد يعرف الثاني. فلما انا بالنسبة لي عشان انا اجنبية اكيد لي معرفة اكثر او شعبية اكثر في المدرسة عشان شكل مختلف، فالناس تسأل عني كثير وعارفين عني شغلات اكثر. طبعا هذا مو موضوعنا، بس انا اتكلمت شوية عشان تفهموا ايش انا بالنسبة يعني للكوريين او كيف يعرفوني او كيف متعرفين علي. فالمهم اكمل لكم القصة. هذا الولد اعرفه من فترة اول ثانوي، تصاحبت انا وياه، بس ما كان علاقتنا مرة مضبوطة، يوم نصير اصحاب ويوم نصير اعداء ويوم عاملين زي القط والفار. في فترة اول ثانوي هو راح بعد ما خلصنا اول ثانوي تقريبا، راح هو ادبي وانا رحت علمي، يعني انا رحت العلمي وهو الادبي، الاكوا والمنكوا. المنكوا هو الادبي والاكوا هو العلمي. المهم قسمنا وانتهينا، واول ثاني ثانوي راح وانا ثاني، وجاء وقت ثالث ثانوي. طبعا كلامي ملخبط، بس انه جاء وقت ثالث ثانوي. هذا الولد فترة الثالث ثانوي كان علاقتي انا وياه بالذات انه انا صار عراك مع الولد هذاك اللي قلت لكم اني ضربته وكذا، وهو عز صاحب له، فصار معانا مشادات. طبعا هذا الولد ما كان الولد الوحده اللي كان في حياتي، كان في من اول ثانوي ولد ثاني، وهم الاثنين اعز اصدقاء وبالنسبه لي يعني كنا عايشين زي من المسلسلات تقريبا انا وياهم الاثنين، يوم اصير صاحبتهم ويوم يصير عدوتهم وما ادري كيف، بس هم كان دي يصير بعض الاحيان حوارات، ولحد ذا الحين يصير حوارات من وقت ما عرفت نفسي في الثانويه وانا معاهم الاثنين حوارات. فاذا انتم حابين تعرفوا حواراتي او المواقف اللي صارت لي معاهم الاثنين يا ريت تكتبوا لي بكومنت. المهم ما طول عليكم بهذا السالفه، صرنا في اول ثالث ثانوي. بعدين بدايه الترم الاول ما كان علاقتي بينه كويسه، هذا الولد اللي انا اتكلم عنه اللي نزلت صورته على الانستغرام وكذا، كان يعني شب بعض الحين نصير اصحاب بعض الحين زي ما كذا، ما كانت علاقتي مرة كويسة معه. ف يعني بداية ثالث ثانوي صورنا كم فيديو مع بعض نزلته على الانستغرام، يوم نصير اصحاب ويوم نتصارح ويوم نصير اعداء وكذا، يعني ما كانت علاقة مفهومة، يعني ما صرت انا وياه مرة واحدة اصحاب، ما صار انا وياه مرة اعداء، يجي يتكلم معي وارد عليه، ويوم مرة اقاطعه ويوم زي كذا، فهمتوا؟ فانه صار فينا اكثر من موقف وممكن يصير مضرب وكذا، اتضارب اتعارك معاه وزي كذا، وبعض الاحيان يكون مزاح وبعض الاحيان يكون الامر جدي يعني. المهم بداية الترم الثالث ثانوي ما كانت علاقتي مرة كانت سيئة معاه، ما كنت اتكلم معاه،
وكمان هو لغى صداقته فيني على الفيسبوك. طبعا هو كان اصدقاء، فانا استغربت ليش لغى صداقته يعني فجأة، انه مهما كان مهما صار فيني وفيه مستحيل كان يسوي هذا الحركة. طبعا انا اتعصبت وما حبيت الحركة اللي سواها، كأنه يعني زي يقول لي انا ما ابغاك تكون معايا ولا بحياته. والمشكلة انه نفسه يعني في نفس الوقت اللي هو لغى صداقته كان يجي يتكلم معاي، وانا اتعاملت برضه معاه بكل اريحية، بس اني حذرته من الفيسبوك. بعد فترة هذا الولد نفسه جاء رسلني من حساب واحدة صديقتنا، هي صديقته اكثر، مو صديقتي، يقول لي الغي الحظر يعني يلغي الحظر يا كذا يا هبلة، الغي الحظر يا هبلة. قلت لها ايش دخلك، احسبها هي اللي تتكلم. قلت لها ايش دخلك بيني وبينه، يعني انا حرة، يعني الغي الحظر ما الغي انا حرة. لا قالت لي بعد ما قلت لها هذا الكلام، قالت لي مو انا اللي كلمتك، هو اللي كلمك من حسابي يبغاك تلغي الحظر. ليه يبغاني الغي الحظر؟ انا استغربت يعني من حركته انه ليش يبغاني الغي الحظر، مو انت حذفتني، ليه تبغاني الغي الحظر؟ ليه انت مهتم يعني انه الغي الحظر؟ بعدين فكرت شويه، قلت اوكي يلا خلاص خليني الغي الحظر. يعني تقريبا اسبوع اسبوعين صار بيننا يعني مواقف، صرنا اصحاب فجاه ونتكلم مع بعض، فلغيت الحظر. قلت ممكن نصير اصحاب نرجع. الترم الاول كان بدايه الترم، يعني علاقه الصراحه ملخبطه. كان اخر يوم تقريبا جاء لعندي تهابل معايا يتكلم معايا وزي كذا، بعدين خلصنا وروحت البيت وكذا واجزنا واجازه. وبعد جيت رجعت للترم الثاني، برضو جاء صار بيننا كلام، صار بيننا حوار. وبعدين فجاه هو طلب صداقتي على الفيسبوك من جديد، كتبت على صداقته. المهم انه وافقت على صداقته من اول لحظة، وافقت على صداقته فيه الا وشوية ينزل تعليقات على حقة الفيديوهات فجأة كذا، ويتكلم معايا. وهذا هو طبيعته اصلا من زمان، يعني كان انه هو الوحيد اللي يقعد يعلق علي ويتحاشر معايا، يعني كيف يعني يتناقل معايا بشيء، يعني يقول لك انت كذا وكذا، ونقعد نتهاوش على التعليقات. اوكي يقول لي انت عشان كذا ولا انت كذا. فالمهم نزلت كم فيديو واتكلم فيه. نزلت كمان على انه اسلوبه يعني زي بعض الاحيان يكون زي العنصريه، وقلت له اني انا لو يعني زي كذا نشرت منشور لا تتدخل في حياتي، لو انتم عنصريين لا تتدخلوا بحياتي، يعني ايش دخلكم بحياتي، سيبوا لي حياتي، انا راح اعيش حياتي مثل ما ابغى. هو رد قال اه طيب ايش اسوي لك. بعد فتره نزلت منشور ثاني وهو برضه نفس الشيء، يعني قاعد مستمر بالتعليقات. طبعا انا طنشت تعليقاته. جاني اليوم الثاني وانا قاعدة اصور تيك توك الا ويآذيني، الا لا ليش قاعدة تصوري كذا، فجأة كذا يجي يتهابل ويدخل امامي وزي كذا. هو والثاني الولد الثاني اللي قلت لكم انه يعني كانوا هما الاثنين الصراحة، ذاك الولد مرة كان مهم بالنسبة لي، بحكي لكم بعدين بالسالفات اذا حابين تعرفوا في الكومنتات بقول لكم. كانوا الاثنين قاعدين يتعرضوا له زي كذا، قلت انا ذيك اللحظه ما بدي لانه قاعد اذيهم، لانه معلش صوت الموتور او الدباب عالي. المهم قلت له طيب انا كمان مثل ما تاذوني انا اذيكم. قمت اشتريت كذا زي الروج بيدي وقلت تعال امسح لك، تعال يعني هم لابسين تقريبا زي المدرسي اللي هو قميص ابيض، فقلت له تعال الوثك. وبعدين كنت قاعده الحق فيهم ولوثتهم. والله مزعج صوت الدباب، انا نفسي مو مركزه. الولد هذا جولي اليوم الثاني بعد ما توسخ حقتهم الملابس وزي كذا، بعدين جولي مره ثانيه برضو نفس الموقف، يجوا يتعرضوا لي وانا قاعده اصور. وجاء بيننا حوار وقعدنا نتضارب، يعني قاعدين انا برضو لحقتهم بالراج وزي كذا. وبعدين ضربني هو براسي وانا ضربته وضربني، وقاعده ماسكهم الاثنين، يعني تخيلوا اثنين، واحد يأذيني واللي هو هذاك الثاني اللي قلت لكم انه يهمني امره، راح لوث لي القميص لحقه اللبس ورا، والبنطلون حقتي تلوثوا تماما بالحقه الطباشير الكتاب هذه. طبعا ما نزال لحد ذا الحين، ومره كنت احب هذيك الملابس، تعصبت منه كثير وقعدت الحقه وابغى اضربه، ابغى الوث له زي ما لوث له، لانه
يعني لما المرة الأولى لما حطيت له الروج جت على قميصه، راح غسله وانشال بكل سهولة، بس حقتي ما انشال لأن ذيك تلصق لصقة يعني ما تنشال. عصبت وذيك اللحظة يعني مرة غاضني الموقف، إلا شوي طنشت الأمر وتعاملت إني أنا طنش الأمر، رحت صفي وهم راحوا صفوا شوية، والحصة اللي بعدها خرجت على طول وقعدت منتظرهم جنب الباب، عارفة فين هم يخرجوا وعارفة إيش يسووا. فالمهم إنه أنا طنشتهم، بعدين لما خرجت لما انتظرتهم أول ما خرجوا كانوا هم قاعدين في الإدارة يتكلموا مع الأستاذة. أول ما خرجوا خرج اللي هو الولد اللي قلت لكم هذا، قمت ايش سويت؟ قمت ضربته براسه وقلت له ليش تضربني؟ ضربته كذا يعني قصدي مزاح، وهو قصده مزاح ترى، صار فينا مزاح ما صار فينا يعني الا سواء مزاح. بعدين انا ضربته براسه فهو يقعد يضربني وانا ضربته، بعدين بالغلط هو كان لابس شبشب، انا دعست على رجله على اصبعه، قعدت ادعسه وان جسمتي ما شاء الله كبيره عامله زي الدباب كذا مره كبيره وقويه، دعست على رجله. وبعدين هو يقول اح اح، انا احس بانه هو ما قاعد يتالم، فانا احس انه قاعد يستهبل، وانا قاعده احاول ادعسه على رجله وهو يقول لي بعدي، ودفني وقام جاي يضربني. وفعلا يعني كان بيصير هواش كبير، بس جت الاستاذه ومنعتنا عن بعض عشان ما يستمر بضربي. فالمهم انه ضربته ومنعته عني يعني شدته عني. فاللي صار انه الولد قامت رد فصلت بيني وبينه ودته هو الصف ورجعتني الصف شوية، والولد يجي لعندي يقول لي شوفي ايش سويتي فيني، وقاعد يأشر على رجله ورجله مليانة دم. انا ذيك اللحظة انصرعت قلت له والله اسفة، ويقعد يضربني. والاستاذة جت بعدت بيننا وقالت له يلا روح انت عند الصيدلية اللي خاصة للمدرسة، العيادة او الصيدلية ما ادري ايش تقولوا لها، الصيدلية او العيادة. قالت له روح وروح تعالج وخليها تصلح لك اصبعك، الا اكتشف انه اصبعه انكسر الاصبع حقته وما ادري الظفر وبسببي، وهذا الشيء انا مره ندمانه عليه، وحابه انه يكون هذا الفيديو بس الاعتذار له. كمان حاولت انه في وقتها انه اعتذر اكثر من مره. ذيك اللحظه انا رحت شلت نفسي وخرجت برا المدرسه، اشتريت بعض الاغراض واعطيت له واعتذرت له، قال لي عادي احنا الرجال يعني تعرف الولد لما يحب انه يلم كبرياء امام البنات، قال عادي احنا الرجال ما نهتم بهذا الضرب، ورجله مليانه دم يعني مره رجله والله خارج كل الدم يعني لوث كل الشراب حقته كل شيء والدم خارج. يقول لي احنا الرجال وما ادري شو، اقول له انا اسف زي كذا. ولحد الحين هو غايب يعني، هو قاعد يسوي عملية لأصبعه لحد الحين هو غايب وما جاء. طبعا يهمني أمره هذا الولد، لأنه بصراحة صار بيني وبينه مواقف مرة حلوة. مهما كان احنا بالنهاية أصحاب، هو لا فتن علي ولا راح للمدرسة ولا عمل من مثل هذاك اللي صار لنا. وأتخيل هذاك الولد نفسه اللي ضاربته معه ما كان بيسوي أي شيء، ولا يروح الشرطة ولا يفتن علي، إلا لما كان في تداخلات من الأساتذة. صار الوضع عادي والولد لحد الحين ما جاء في المستشفى، يجي بعض الأحيان وأشوفه وأحاول أعتذر له كثير، لدرجة إنه هذا قبل يومين كتبت له الرسالة واعتذرت له وجبت له كلام وجبت له هدية. من جد أنا متأسفة له وحابة إنه أعتذر له اعتذار، وبالنهاية إنه إحنا أصحاب، ما أدري إذا صرنا أصحاب بالمستقبل أو لا أنا وياه، بس هو أنا وياه علاقتنا يمكن مهمة، يمكن هذا اللي يقولوا أعداء لما يكونوا أعداء بعدين فجأة يصيروا أصحاب زي كذا. حابة أعتذر له. فإذا حبيتوا الفيديو هذا أو القصة هذه أو حابين تعرفوا عن حياتي أكثر وإيش سبب العنصرية اللي صارت لي، ياريت تحطوه بكومنتات، ولا تنسوا تتابعوا العائلة أو تروحوا تعملوا سبسكرايب لقناة العائلة حقت الفلوكات، لأني عائلتنا تنزل فلوكات فيه ومن جد فلوكات ممتعة. وكمان شيء ثاني، أني أحبكم مرة، وياريت تختاروا اسم لمتابعين حقتي يعني لكم، تختاروا اسم لكم لأنه أنا حابة أسميكم باسم ثاني وأتكلم معكم، يعني حابة أسميكم باسمكم وأقول لكم ليش زي كذا وما أدري إيش. كمان لا تنسوا اللي مشترك في القناة ياريت تشترك، ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، كمان راح تشوفوا موضوع الولد وتشوفوا ايش اللي صار. وكمان هو الولد نفسه عمل عيد ميلاده في المستشفى، ما جاش المدرسة ذاك اليوم، انا زعلانة من نفسي انه هو يحب انه يحتفل بعيد ميلاده ويحب ان الناس يكونوا موجودين حوله وزي كذا.
فبعتذر له من جد من جد، كان غلطة مني وهذا أول مرة أعترف حاجة سويتها، رغم أن الأمر كان مزاح وهو قال لي عادي الوضع وكل شيء وأنه ما بينها شيء وإحنا أصحاب والنهاية أنا وإنتي مهما صار بيننا ما بزعل منه. وياريت إذا حبيتوا الفيديو وإذا حابين أنزل قصص ثانية ياريت تقولوا لي في كومنتاتكم، وياريت تحطوا اسم خاص لكم لجيشي الجديد اللي هم أكثر من 100,000 حاليا. أنا مرة مبسوطة بينكم وأحبكم كلكم وأشكركم كلكم، أحبكم صراحة. باي.